أهلا بكم. حزن كربلاء اعتلى السماء، وفي يوم الأربعاء فغابت شمس الحسين لمصاب قمر العباس، وترك ليل زينب وحيدا. هدوء، هناك صوت يلوح في الأرجاء، خيم على الأجواء كأنه صوت العقيلة وهي تستغيث بالكافل، لا بل كأنه صوت العيال يستنجدون بمن يطفئ نار الخيام قبل رحلة السبي إلى الشام، أو ربما هو صوت تشيع الأكبر إن لم يكن صوت نعي مشرعة ساقي العطاشة، أو هو فرس الحسين عائدا منكسر الظهر. اليوم يعلن مجلس الحسين التصويت بالإجماع على تسمية محافظة كربلاء عاصمة للأحرار والأنصار، لتكون قبلة للثوار، على أن تكون الشام مهيئة لاستقبال الأيتام، وتقف زينب بوجه الظلام وتوجه رسالة العلماء والأعلام على منبر ابن الطلقاء: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا. أهلا بكم. الأمنية هي اللي هو المصدر الرئيسي من القائد. القائد ألا هو زين الخطة الأمنية تنجح. ما لاحظناه هذا العام من تقدم في هذه الخدمة من قبل القوات الأمنية، وهم مشكورين على هذا الإنجاز وهذا النجاح، وهذا مشهود لهم. كل سنة وكل عام احنا نتباهى ونفتخر بالقوات الأمنية لما يقدمونه للزوار، زوار الإمام الحسين سلام الله عليه. نشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي وكل إنسان شارك، والمواكب خاصة المواكب اللي لها رهبتها ولها نكهتها ولها التزامها ولها وكوتها. رحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الأيام المباركة. إذن نفتتح الملف الأول وإياكم عن خطط إحياء زيارة العاشر من محرم الحرام. سيكون معنا في هذا الملف مدير شعبة المحافظات في مديرية العمليات والخدمات الطبية في وزارة الصحة الدكتور عبد المنعم كامل. مرحبا بكم دكتور، وعظم الله لكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله. بالبداية نعجي صاحب العصر والزمان ومراجعنا الكرام بهذا المصاب بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأولاده الطاهرين. دكتور، بداية يعني ما هي أبرز تفاصيل خطط الإسناد الطبي خلال هذه الأيام، وتحديدا في العاشر من محرم الحرام ومدينة كربلاء تحديدا التي تشهد زيارة مليونية حتى اللحظة؟ في الحقيقة اتسمت خطة وزارة الصحة المتمثلة بمديرية العمليات والخدمات الطبية هذه السنة بعدة محاور. يعني بداية الخطة كانت في بداية أول محرم الحرام، يعني بداية أول محرم من المعروف أنه كل الزوار يتجهون إلى كربلاء. نعم. في هذه الأيام ويقومون مراسيم العزاء. فاتسمت الخطة بنشر سيارات الإسعاف والمفارز. نعم. على طريق سير الزوار في جميع المحافظات، جميع المحافظات المؤدية إلى كربلاء تم نشر هذه المفارز وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى في العاشر من المحرم خلينا مفارز جوالة. مفارز جوالة أصبحت عن طريق اللي هي من عدة محاور اللي هي بدأت من بداية أول واحد محرم، وخلينا المفارز من وزارة رغدة الطويريج خلينا مفارز بداية من باب الطويريج الى نهايه الى الامامين. بدت المفارز منتشره على طول الطريق. جيد. بالاضافه هذه المفارز متمكنه بمعالجه كل الاسعافات وضربات الشمس اذا حدثت، والحمد لله والشكر الكل ماكو احد انصاب بلا ضربه شمس،
ولا اكو اجهاد في هذه المناسبه رغم انه شده حراره الجو. هو هذا موضوع مهم، الزياره في هذا العام تختلف، صادفت مع ارتفاع درجات الحراره بالضبط. الشديده ومع الاعداد الكبيره المليونيه للزائرين والتدافع ربما خصوصا في ركضه طواريج، كيف تستطيعون او استطعتم ان تتعاملون وتسيطروا على هذه الاعداد الكبيره رغم ارتفاع درجات الحراره؟ هاي المفارج عندنا مدربه تدريب كلش عالي من المستوى، بحيث اصبح كل الطريق المؤدي لركضه طواريج مفارج ولديهم حقائب متكامله بها الاسعافات الاوليه اذا حدث يا سمح الله اي شيء. نعم. واضافه انه العتبتين هاي السنه العباسيه والعسكريه يعني على طول الطريق تلقى الرشاشات والرشاشات الماء، هاي خففت من حراره الجو، وهي هالسنه يعني صار يعني عتبتين كل سنه تحدث فشيء يتخفف من حراره الجو خاصه على طريق ركضه طويريج. اضافه ان المفارج هي كانت موجوده على طول الطريق وتطل ارشادات ونصائح للزوار المتجهين للركضه الى ركضه طويريج، والحمد لله وشكر انتهت ركضه طويريج ولم يصاب اي احد، لا جهاد حراري ولا ضربه شمس، والحمد لله وشكر وهي بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل اهل البيت. نعم. ما هي ابرز المعوقات التي تواجهونها في عملكم في هذه الزيارات المليونيه، وكيف تواجهوها وكيف تتجاوزوها؟ احنا كل سنه نعرف انه كل سنه تزداد الاعداد الزوار، فنحدث الخطط اللي عندنا نحدثها بزياده سيارات الاسعاف، زياده المفارج، واضافه الى العيادات المتخصصه، عندنا عيادات متخصصه حاليا موجوده وتم توزيعها ونشرها في الاماكن اللي حاليا الاماكن اللي دائما تزدحم. نعم. فنشرنا هذه المفارج على جميع الطرقات من ضمنها والاسعافات، اضافه الى فرق جواله حتى داخل الحرمين. فرق جواله داخل الحرمين قد يكون يا سامح الله اختناق او تدافع او جيد. اي شيء هذا القبيل. جيد، اعود لحضرتك دكتور لكن بعد ان اخذ الاتصال الهاتفي. النائب الاول لمحافظ كربلاء المقدس السيد علي الميالي، مرحبا بكم وعظم الله لنا ولكم الاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد علي، الصوت يقطع الصوت، ينزح معك. أرحب بحضرتك سيد علي. ما هي أبرز الجهات الساندة والداعمة لخطط الزيارة، وماذا كانت أبرز التحديات اللي واجهتوها؟ تفضل. أحسن، عظم الله لكم الأجر لك ولمشاهدي الكرام قناة الأيام. حقيقة احنا عندنا محاور، تعرف محور الأمن ومحور النقل ومحور الخدمات. نعم. المحور الامني الحمد لله بفضله يعني كان التعدادات من بدايه محرم حتى هذا التاريخ، واي معوقات ما موجوده الحمد لله، كل المحاور والصحراء واي شيء مرتبط به كربلاء تم السيطره عليه، اضافه الى بعض الامور الاستباقيه اللي عملتها قواتنا الامنيه بفضل الله الامور تمام. وما يخص الخدمات قضية انه البلدية والبلديات، وصوتي واضح ان شاء الله؟ تفضل واضح، تفضل سيد. الله يحفظك. يعني عندنا خطط كاملة، كما تعلمون عندنا مشكلة خطوط النقل ودائما معوقات الحوليات، وان شاء الله هذه السنة تختلف عن السنة السابقة بعد اكمال حول أبو مهدي المهندس، إضافة إلى تجهيز ساحات، وإن شاء الله بعد زيارة الأربعين بعد زيارة العاشر من محرم سوف تكون جاهزة للتبليغ وتكون لإركاب الزائرين وإيصالهم لأقرب منطقة لمحافظة للحرمين المنطقة القديمة. عندهم المعوقات ما يخص الكهرباء والماء. نعم. يعني الكهرباء هالسنه ان شاء الله وعدنا وزير الكهرباء انه يصل ب 1750 في زياره الاربعينيه، كما تعلمون درجات الحراره المرتفعه تؤدي الى يعني الى انقطاع او شت داون او الضغط على السلاك الكهربائي، اضافه الى على انه 15000 موكب، الموكب بيحمل الى برادات، الى معامل ثلج، الى سبالي، الامبردات، الاضاءه، ماطورات، هاي
ثقل كبير على كربلاء، وايضا اذا اي لا سمح الله سقوط للشبكه في الكهرباء يؤدي الى سقوط الطوارئ من المجاري والماء والى ما لا ذلك، وهذا يؤدي الى خلخله في ايام الزياره العشر هي ممكن تكون متصله مع بعضها، لا يمكن القطع بينها لان الاف او ملايين الزائرين يدخلون بالعشره اخر عشر من سفر. وبفضل الله الامور مسيطر عليها، وكميات المياه اللي تصل من الموارد المائيه الى اكثر من 28 بنهر الحسينيه الجديد والقديم، واكثر من 20 متر مربع ايضا همين قضيه النهر بني حسن، وتبقى معوقاتنا الحوليات فقط، وان شاء الله دوله رئيس الوزراء حال السنين القادمه ان شاء الله اكثر من حولي واكثر من ساحه، وهو اول باول دوله رئيس الوزراء ويانا متابع للزياره، مراقب اول واول باتصالاته بعمله بمتابعته لكل الوزارات، وان شاء الله مستعدين لزياره الأربعين. طيب سيد علي، هل سارت الامور كما تم التخطيط لها لانجاح هذه الزياره؟ ونحن نتحدث عن توقيت فيه درجات الحراره عاليه جدا، وهذا الامر كان من اصعب الامور واكثرها تاثيرا. يعني حقيقه راح نكون واقعين علميا انه اليوم كما تعلم اكثر من 6 مليون دخلوا في ليله ويوم في كل دول العالم، وممكن هذا الرقم في الحسابات الزائد انه حسابات 1+1 ما ممكن السيطره عليه، ولكن بفضل الله انه 80 الى 90% النجاحات مع بعض الامور اللي هي اللي خارج استطاعه المحافظه، اكو معوقات، ولكن خطه النقل نجحت، خطه ايصال المواطنين الى داخل المدينه ناجحه، خطه الشوارع وايفائها بتغليفها بالمياه والجدار الشفاف اللي يمنع درجات الحراره المرتفعه وانزالها من 47 الى درجات 30-35 هذا فد انجاز، اضافه الى التخريج وفك الاختناقات بفضل الله ناجحة كانت كربلاء، وكما تعلمون اليوم أعلنت خلية الأزمة على قضية إنهاء الزيارة بنجاح، ولا يوجد اختناقات لا يوجد أي عمل، إذن هذا النجاح يحسب للحكومة المركزية والحكومة المحلية. نعم، طيب سيد علي، ما هي الأعداد التي تم تسجيلها من قبل السلطات المسؤولة عن هذا الأمر؟ وأيضا تحدث لي عن الجانب الأمني، كيف سارت الأمور؟ عزيزي سامس المهندس، لكنه الزياره المليونيه عندنا بعدادات وكاميرات تجاوزت 6 ملايين زائر، اما الشق الثاني بس عيد لي ما سمحت بدون زحمه. بالجانب من الجانب الامني كيف تم التخطيط له وكيف سارت الامور من الناحيه الامنيه؟ احسنت احسنت. الخبره المتراكمه للسنين السابقه وقياداتنا الامنيه ووزير الداخليه من خلال قناتكم شكر جزيل له، لان دائما اول باول يكون باتصال واجتماعات دوريه لكل قطاعاتنا والامور الاستباقيه وادخالها بالخطه، وهو المشرف على ذلك، وهو حضوره لمحافظه كربلاء مع القيادات مع الاستطلاع، انا شخصيا طالع مرتين معاه على استطلاعات الطرق والخارجيه والاجتماعات. نعم. في خلال قبل زياره العاشر، هاي المسؤول عندما يكون في قلب الحدث هو الذي يسيطر على مجريات العمل مع القوات الأمنية والحوليات والسحراء والأمور الاستباقية لأي شخص والأمور الاستخبارية، هو أدى إلى هذا النجاح. نعم، جيد. ما هي أبرز الجهات الساندة والداعمة لخطط الزيارة وإنجاح هذه الزيارة غير وزارة الداخلية؟ مشكورين على جهود. أحسنت. أنا ما أريد أبخس حق أخاف أنسى، بس إحنا حاليا عندنا يعني وزارة النقل، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، وزارة التجارة، وزارة الدفاع جهودها وآليات وباصات ودخولها في كل محاور كربلاء، هاي أيضا محسوبة لهذه العاشرة الأربعين، كل الوزارات تدخل، وزارة الإعمار والإسكان في همين أيضا تدخل، عندنا الساندة من المحافظات الغربية أيضا بالأربعين تدخل، بس حاليا عندنا وزارة العاشر دخل الجهد الكل، يعني الصحة أيضا
المفاريس، كل الوزارات بكل طاقمها بتوجيه دولة رئيس الوزراء، لابد أن تكون هناك خلية أزمة لكل وزارة وإسنادها. كما تعلم الملايين تحتاج إلى مفارس، يعني اليوم أنا إذا 1,280,000 مخطط لكربلاء يدخل 6,000,000، أكيد نحتاج لكل وزارة من صيانة الكهرباء، من إسعافات، نحتاج من وزارة الدفاع على مسك الخط الأول والخط الثاني والخط الثالث، نحتاج وزارة النقل بأسطولها ونقلها، كل الوزارات داخلة في الوزارة وتوجيه دولة معالي رئيس الوزراء. نعم سيد علي، بسؤال أخير، ونحن نترقب الزيارة الأربعينية المليونية كما تعلم حضرتك، هل كربلاء اليوم جاهزة لاستيعاب هذه الملايين الزاحفة نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟ أكيد، يعني كم شاهد ويانا وشريك ويانا، الإعلام لكل سنة اليوم من يدخل 25,000,000 في العام الماضي ولا تحدث أي مشاكل ما عدا بعض الأمور، من يكون نجاح 80 إلى 100 هذا نجاح 100%. اليوم مستعدين تماما، وخلية الأزمة وبإشراف دولة رئيس الوزراء، وهذه خلية الأزمة متكونة من وزراء وبإشرافهم ووجودهم داخل مدينة كربلاء، إضافة إلى لا ننسى الجهد الذي يبذله السيد محافظ كربلاء اللي هو دائما ليل مع نهار مع ساعات العمل مع كل الدوائر باجتماعات دقيقة لكل ملاحظات المدينة، ليل مع نهار يتجول، لا يمكن أن يترك شاردة واردة في كل العمل اللي يكون في كربلاء. نعم، النائب الأول لمحافظ كربلاء المقدس سيد علي الميالي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. دكتور، عود لحضرتك، نتحدث عن زيارة مستمرة ليل مع نهار وملايين من الزائرين تتوجه نحو كربلاء، كيف تبدأ استعداداتكم؟ هل هي قبل أيام من الزيارة والأوقات التي تستمرون بتقديم هذه الخدمة، هل تقتصر على فترة معينة أم أنها مستمرة ليل مع نهار؟ لا طبعا مستمرة، حاليا هاي الخطة اللي صارت عندنا بعد ما تم الاجتماع مع سيد الوزير معالي الوزير اللي أشرف على الخطة، وحاليا هو أشرف على مباشر بالخطة، وشفتوا يمكن بالشاشات التلفزيون. نعم. انه حتى ترعى كل المفارز والإسعافات والجهات الموجودة بإشراف مباشر من يمه، وإضافة إلى المدير العمليات والخدمات الطبية دكتور فاضل، على استمرار اليوم هو موجود ويشرف على كل صغيرة وكبيرة، احتياجات المفارض، احتياجات الإسعاف دائما يوفروها للجميع، فمستمرة خلال 24 ساعة عمل بدون احتياجات فقط. المفارز لملايين الزوار كبيرة، يعني هل استطاعت الوزارة تأمين كل هذه الاحتياجات وبسهولة؟ احنا كل سنة نعد الخطة، نشوف كل سنة تزداد الزوار، فعلى هذا الأساس يتم اعداد الخطط، انه قد احتياج تقدير، قد احتياجك من الادويه، قد احتياجك من الضمادات، قد احتياجك من المواد الطبيه، كلها يصير استعدادات قبل الزياره ويتم توفيرها من قبل الوزاره لجميع دوائر الصحه. متى تبدا الاستعدادات الفعليه للزياره؟ كم يوم قبل الزياره مثلا تبداون بالعمل والتحضيرات ونقل المستلزمات الطبيه واختيار الاماكن وغيرها؟ احنا قبل لا يجي محرم، يعني ذو الحجة، بداية 15 ذو الحجة تم الاستعدادات، هي 1 محرم والعاشر من المحرم. نعم. كل الاستعدادات كانت متوفرة وفرت الوزارة، بالإضافة كان تنسيق عالي بجميع دوائر الصحة، تم الاجتماع والتنسيق بخصوص توفير وشون المطلوب، احتياجات اللي يريدوها الدوائر، شنو عندهم من القصات، تم توفيرها من قبل الوزارة. كان استعداد كل عالي وتوفرت من سيابية ومرونة كلش، يعني هاي السنة يعني كان موجود المفارز كثرة، تم إعداد، عندنا مسعفين زجناهم داخل العتبتين المقدستين بيحملون كل المواد الطبية اللي يحتاجها. شنو الخدمات اللي تقدمها هذا المفارز؟ عندكم اليوم الاستعداد للتعامل مع حالات طارئة، حالات صعبة، لو تقتصر فقط على توزيع الدواء؟ لا، احنا بالنسبة للمسعفين اللي داخلين كلهم دورات، اذا حاله رئاسه الطارئ عنده قلب، يصير عنده شو اسمه، عندنا دائما يحملون جهاز دي سي شوك، هو هذا الاي اي دي، دي سي شوك الاي اي دي، هذا يحملوه اذا كان عنده اصابه قلب، او خاصه الانسان الكبار بالعمر، عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم يصير اعياء،
اجهاد، كل هاي موجوده. المسعف متمكن من يقوم بالاسعافات الاوليه ويخليه. عنده الامكانيه بالاخلاء والاسعافات اللي يستطيع ان اما في الحالات الصعبه اللي تحتاج الى نقل الى المستشفى، عندنا اسعافات موجوده برا، هم ينقلوه هذول المسعفين، ينقلوه بالاضافه اكو متطوعين موجودين عندنا، ينقلوه الى الاسعافات وينقلوه الى المستشفى. هذا موضوع ايضا مهم عن المتطوعين، لكن اذا تسمح لي بعد ان انتقل عبر الهاتف. ينضم معنا سيد ميثم الصافي. سيد ميثم، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. أسألك بداية، أن النقل أعلنت نجاح خطتها لإحياء الزيارة، ماذا كانت أبرز مضامين هذه الخطة؟ تفضل. سيد ميثم، إذا كان الصوت واضح على جنابك أرحب بحضرتك مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل. اسمعني. سيد ميثم، إذا كان الصوت واضح على جنابك. عود لحضرتك دكتور بين ما الشباب يأمننا الاتصال مرة أخرى بالضيف. دكتور، أكو متطوعين يشاركون معاكم، لأن بالتالي ما معقول اليوم نتحدث عن ملايين، وخاصة في الزيارة الأربعينية ومن جنوب العراق وشماله وحتى الدول المجاورة والبعيدة. تحتاجون إلى متطوعين، قد نسبة المتطوعين اللي يشاركون معاكم؟ هل هناك معايير لاختيار المتطوعين؟ وشنو الأمور اللي يقدرون يعملون عليها؟ احنا عندنا متطوعين تابعين وزارة الصحة، المسؤول عليهم مدير مكتب السيد الوزير. ذولي يدخلون دورات حول شلون يسعفون المريض، يسعفون الحالة المرضية، بعدها يكونون يعني يستطيعون دخول هذه الدورات حتى يستطيعون كيف يشوفون هذه الحالات. بعدها نوديهم الى نشرهم داخل العتبتين وعلى طريق سير الزوار، اضافه الى داخل قريب على الزوار. اقاطعك دكتور بس نشوف السيد ميثم الصافي اذا رجع لنا. سيد ميثم تسمعني؟ الو، ارحب بحضرتك سيد ميثم. عظم الله لكم الاجر بهذا المصاب الجلل. الله يحفظك. سيد ميثم، اعلنتوا كوزاره نقل نجاح خطتكم لاحياء هذه الزياره، ماذا كانت ابرز مضامين هذه الخطه؟ شكرا لكم لتحدثكم الحديث عن زياره عاصمه حضر الحرام، ويعني استثمر الفرصه لنعبر عن شكرنا للمؤسسات الاخرى اللي ساعدتنا في هذا الموضوع طبعا، و يعني تفويض زائري الامام الحسين عليه السلام. بالتاكيد انه وزاره النقل اشتركت في عدد من تشكيلاتها، كان هنالك غرفه عمليات مشكله لوزاره النقل برئاسه وكيل الوزاره الاداري الدكتور حازم الحفاظي، وايضا عضويه عدد من المدراء العامين هم الشركه العامه في المملكه وكذلك الحديد العراقيه، وايضا الشركه العامه لاداره النقل الخاص. بالتاكيد انه وزاره النقل اشتركت في عدد تقدم الى عده محاور، كانت يعني ملفات خاصه بالشركه العامه لاداره النقل الخاص لتهيئه المراقب، وكذلك تنظيم عمل اكثر من 40,000 عجله موزعه على يعني في المحافظه وخارج المحافظه، وايضا هنالك كان عمل المسافرين والوفود من خلال توفير 200 باص لنقل الحج عفوا الزائرين، وكذلك 50 باص كانت في موضع الاحتياط من اجل دجها في حاله الضروره، بالنتيجه انه يكون عددها 250 باص بشكل كامل. ايضا فيما يخص الشركه العامه لسكه حديد العراق، تم تهيئه 11 قطار وتمزج عدد من هذه القطارات، وتم التفويض من خلال مسوارين رئيسيين اللي هو بغداد كربلاء المقدسه وبالعكس، وايضا كربلاء البصره وبالعكس. بالنتيجه انه وزاره النقل استكملت اجراءاتها، وكذلك تم دج بعض اللجان الفنيه لمتابعه الاليات العامله في كربلاء المقدسة، بالإضافة لإتقان المتابعة لضبط الأسعار، وأيضا متابعة عمل آليات وزارة النقل سواء الباصات وكذلك في المرائب أيضا في القطارات. بالنتيجة كان هنالك أيضا توجيهات مباشرة من قبل السيد وزير النقل لتشكيلات وزارة النقل العاملة، وأن يكون هنالك تواجد ميداني للمدراء العامين بالإضافة للسيد الوكيل الإداري. وبالتأكيد كان هنالك تواجد للسيد مدير عام الشركة العامة للمسافرين والوفود الأستاذ كريم كاظم حسين، وأيضا
السيد احمد عبد ايوب المتوي مدير الشركه العامه ذات النقل الخاص، وكذلك ومدراء عدد التشكيلات الاخرى الباقيه. ايضا كان هنالك خطه يعني تساعد هذه الخطه الرئيسيه من خلال التشكيلات الغير فاعله بشكل مباشر في المحافظه، لكن لها تاثير في هذه الزياره للشركه العامه لاداره المطارات والملاحه الجويه من خلال تهيئه الصالات وكذلك المطارات، خصوصا مطار بغداد وايضا مطار النجف الاشرف. وايضا كان هنالك دور للخطوط الجويه العراقيه بتكثيف الخطوط او الوجهات الفاعله لعدد من الدول، ابرزها الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وكذلك باكستان وايضا عدد من الدول الخليجيه. كان هنالك حزمه من العمل الجماعي لوزاره النقل سواء في تشكيلاتها، وكذلك كانت هذه الخطه هي خطه شامله. وتشرفنا احنا كوزاره النقل وكمنسوبي وزاره النقل بخدمه زائري الامام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده العظيمه واللي مثلت انتصار الدم على السيف ان شاء الله. نعم، سيد ميثم، موضوع نقل الزائرين وخاصه بعد انتهاء الزيارات المليونيه هي من اهم الامور بالنسبه للزائر والتي يجب العمل على حلها. بالنسبة طيب نعم، هل هناك بعض المعوقات كانت في الزيارات السابقه؟ هل تم العمل على حلها حتى نتجاوزها في الزيارات القادمه؟ من الزيارة الاربعينيه بالتاكيد هي تمثل يعني تحدي، لكن تحدي لا يرتقي الى زياره الاربعينيه. تعرفون حضراتكم حجم المشاركه في زياره الاربعينيه يكون اكبر. اليوم احنا بزياره العاشر من محرم وكنا موجودين ميدانيا، هنالك تنسيق عالي مع الجهات الامنيه وكذلك الحكومه المحليه لكربلاء المقدسه وايضا مع هيئه الحج الشعبي. القطوعات ايضا كانت قريبه من المراقد المقدسه، ايضا كانت عندنا عدد من الاليات موجوده بداخل المدينه قريبه من المرقد المقدس، لكن هذا الموضوع لربما في الزياره الاربعينيه لحجم الزائرين الاكبر راح يكون القطوعات شويه ابعد من المراقد المقدسه، بالنتيجه انه بعض المواطنين يلومون وزاره النقل على بعض القطوعات، يصورون ان هذا الموضوع هو مسؤوليه وزاره النقل. لا، احنا باصاتنا قد ما تنفتح لنا مجال قدامنا نقدر نوصل الزائرين الى اقرب نقطه ممكن ان هم يرغبون يوصلوها. بالنتيجه هو العمل الجماعي وكذلك العمل عمل مشترك مع عدد من المؤسسات، وكل منا يعني يؤدي واجبه حسب التكليف اللي مكلفين به. جيد. سيد، ما هي ابرز الجهات السانده لوزاره النقل خاصه في ملف نقل الزائرين اثناء الزياره وبعد الزياره؟ بالتاكيد المؤسسات الامنيه، ايضا الحكومات المحليه الحكومه المحليه لمحافظه كربلاء المقدسه وكذلك الحكومات المحليه للمحافظات القريبه من كربلاء المقدسه، لا ننسى دور مكتب رئيس الوزراء والجهد الخدمي المقدم، وايضا توجيهات دوله الرئيس في تكثيف العمل وخصوصا وخدمه الزائرين خصوصا هذه الزياره المقدسه. وكان هنالك تواجد ميداني لعدد من المسؤولين. بالنتيجه هنالك ايضا كان تعاون من قبل وزاره الدفاع والداخليه وايضا هيئه الحج الشعبي، وهذه المؤسسات هي دائما ما تعمل كفريق عمل واحد حسب توجيهات دوله رئيس الوزراء وايضا حسب ما يعني يتطلب من عندنا نقدم لزائرين الامام الحسين عليه السلام. جيد، بالنسبه للمحافظات البعيده والنقل السككي عبر القطارات، هل هناك امور جديده ستضاف الى الخدمه خلال الزياره القادمه؟ نعم، بالنسبة للمحافظات البعيدة عن كربلاء المقدسة بالتأكيد هنالك عدد من الباصات تعمل على نقل الزائرين، خصوصا الباصات الخاصة يعني اللي يشرف عليها عمل الشركة العامة لإدارة النقل الخاص. احنا من واجبنا كان تنظيم هذا العمل وايضا محاولة ضبط الأسعار، بالإضافة إلى ذلك أما فيما يتعلق بالزيارة المليونية المستقبلية اللي هي زيارة الأربعين، فبالتأكيد الخطة أيضا شاملة راح تشمل المنافذ الحدودية وكذلك أيضا المحافظات وتوفير باصات مثل اللي باصات اليوم اللي وفرناها لهذا اللون الازرق هي للمسافات البعيده وللسفرات الخارجيه تم زجها في خطه زياره العاشر من المحرم، وايضا في زياره الاربعين يتم زج عدد من الباصات. لا ننسى ان وزاره النقل الموسم الفات شركت بحوالي اكثر من 350 باص، وصلنا الى 400 باص في زياره الاربعينيه، وايضا احنا مستعدين توفير عدد من الباصات. لا ننسى انه لدينا خزين من الباصات يصل الى 600 باص تقريبا، وايضا لدينا عدد من المنسوبين المتواجدين ميدانيا، وسيتم ايضا وضع خطه لزياره الاربعين. نعم، وبدانا العمل على ممتاز. هذا الموضوع، فكان الاجتماع قبل زياره العاشر من محرم اللي تبعته السيد الوزير يشمل ان يكون هنالك تنفيذ لخطه العاشر من محرم وبضعه الاسس الفاعله لخطه العاشر من محرم وايضا خطه الاربعين وماذا سنعمل في الاربعين وكيف نستفاد من الاخطاء الماضيه ومدى التنسيق والتعاون بحيث احنا نوصل المواطن الى اقرب نقطه من المرقد. نعم، المقدس. نعم، هذا اللي نعمل عليه بوزاره النقل، وان شاء الله نكون عند حسن ظن
الزائر العراقي. مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السيد ميثم الصافي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك. وأيضا مدير شعبة المحافظات في مديرية العمليات والخدمات الطبية الدكتور عبد المنعم كامل، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا، ختام الملف الأول بإنفوغراف يتضمن أبرز ما جاء في خطط زيارة العاشر من محرم الحرم. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني سيكون عن مظاهر العزاء في العاشر من محرم الحرام وبدء مسيرة السيدة زينب عليه السلام بعد واقعة الطف. نفتتح معكم هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. هكذا أصبحت شوارع العاصمة بغداد التي يسكنها خليط متنوع من الأديان والطوائف في صبيحة العاشر من محرم الحرام، حيث أغلقت جميع المحلات التجارية أبوابها، ورسم السواد مشاهد الحزن في أغلب المحافظات العراقية والعتبات المقدسة في ذكرى استشهاد سيد شباب الجنة الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله أجرنا وأجركم بهذا المصاب الجلل. اليوم طبعا شفنا الناس كلها حزنانة بهذا المصاب، ويعني ما اعرف يعني هذا اليوم يوم أليم للشعب العراقي وللأمة الإسلامية، يعني ما اعرف شو اقول لك، يعني ما اعرف شلون يوصف هذا اليوم، يعني شوف حتى شوف اللي ما اعرف ما اقدر اوصف هذا اليوم، يعني شوف الحزن اليوم، شوف الحزن الناس، يعني الناس محزنة، يعني شوف الناس، يعني شوف يعني اليوم تشوف تحس واقعة الطف، اليوم استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ظهيرة يوم عاشوراء يتوجه المعزون لإحياء عزاء ركضة طويريج الشعيرة الأكبر في مراسم يوم العاشر بعد انتهاء العتبة الحسينية المقدسة من جميع الاستعدادات الخاصة بإدارة وتوفيج الحشود من خلال خطة محكمة لإدارة الركضة الذي سيحييها الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام وتجديد البيعة والولاء لآل الرسول عليه الصلاة والسلام. ركضة طويريج وحزن قائم، والحمد لله الحكومة واقفة وياهم، وأنا واحد من الناس بوزارة النقل دزينا بحدود 300 مصلحة بسيارات صغار وكبار تريلات شاركت وياهم بنقلهم إلى بغداد ومحافظة البقية. شو أقول قليل؟ ما أعرف أوصفه، لأن أحكي على الركضة قليلة، أحكي على هاي الناس اللي نايمة ليلاً ونهاراً ويم الإمام الحسين، يم أبا عبد الله، يم سيد الشهداء، يم أبا الأحرار، يعني مش أريد أقول قليل، ولكن هذا الأمر اللي نحكي به إحنا شقد نحكي قليل. تشهد كربلاء المقدسة ذروة أحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام الأليمة من خلال توافد الملايين من الزائرين العراقيين والعرب والأجانب وسط استنفار أمني وخدمي لإنجاح زيارة يوم العاشر. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا الكرام، محور حديث هذا الملف سيكون مع رئيس مجموعة التكامل التعليمية الدكتور السيد ليث الحيدري. سماحة السيد، مرحبا بحضرتك، وعظم الله لنا ولكم الأجر. الله يسلمكم وعظم أجركم إن شاء الله. عزاؤنا إلى صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء حقيقة بهذا المصاب الجلل. نعم سمعت السيد، الملف الثاني مخصص للسيدة زينب أم المصائب، نتحدث عن دورها الكبير
هل كانت السيدة زينب مهيئة لمسيرة النهضة الحسينية قبل واقعة الطف، وكيف تعاملت مع هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زينب وما أدراك ما زينب، زينب سلام الله عليها معصومة بالعصمة العامة، وهناك روايات وإشارات كثيرة إلى هذا المعنى. زينب ليست بالمرأة الاعتيادية وعاصرت النبي وأمها الزهراء سلام الله عليها والأمير المؤمنين والحسن والحسين، وهي عالمة غير معلمة كما يقول عليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. حقيقة زينب هي يعني شكلت الجزء الثاني من النهضة الحسينية، ولولاها مع وجود طبعا الإمام السجاد سلام الله عليه الذي كان مريضا، يعني دوره كان مع السبايا، لولاها لثورة الإمام الحسين لم تكن بهذا الرونق، ولم نعرف عن ثورة الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين كما تعرفنا عليها الآن. فالإمام الإمام الحسين سلام الله عليه عندما أخذ عياله معه وعلى رأسهم زينب، كان له أهداف يعني مهمة، أهداف استراتيجية كما يقال. الهدفين المعروفين اللي الإنسان لأول وهلة يعني يعرفها، هي أنه أولا مسألة العاطفة والمشاعر. ثورة الإمام الحسين من أحد الأمور المهمة التي أدت إلى انتشارها، هذا الانتشار الكبير، هي قضية مظلومية الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته. ولا شك أنه الظلام اللي تقع على النساء وعلى الأطفال، نعم، تأثر بالمشاعر أكثر من الرجال. بالنتيجة لو كان الرجال لوحدهم لكانت المسألة حرب اعتيادية، يقتلون ويقتلون وتنتهي كأي حرب أخرى. لكن وجود أهل البيت النساء والأطفال كان له الأثر البليغ في قضية إبراز المظلومية وإثارة المشاعر عند المستمع، عند المشاهد، عند اللي يتعرف على هذه الثورة. الهدف الثاني المهم هو إكمال ثورة الحسين إعلاميا، يعني إلى عصر عاشوراء كان السيف هو الحاكم وهو الفيصل، أما بعد العاشر، بعد عصر العاشر من محرم، صار الكلام، صار اللسان، صار البيان، صار الصوت هو الحاكم، كما يقال اليوم جهاد التبيين. صارت القضية قضية إعلامية، إظهار هذه الثورة، أهداف الثورة، مظلومية الإمام الحسين، أحقية الإمام الحسين، وقباحة ودناءة وخساسة وجريمة الحكام آنذاك وبنو أمية بشكل عام. سيدنا، إذا نتحدث عن أبعاد هذه الثورة، ما هي أنواع المشاركة التي قدمتها السيدة زينب؟ هل كانت تقتصر على جانب معين أم أنها شملت جميع الجوانب، مثلا العقائدية، السياسية، الإعلامية والفكرية، أو حتى موضوع التضحية بالنفس والاستعداد للتضحية بالنفس في سبيل حفظ الإمام السجاد؟ أحسنت. حقيقة يعني الذي يتابع، هي مدرسة الطف مدرسة متكاملة. دور زينب سلام الله عليها كان في أيام، في وقت أصلا قبل القتال، كان لها دور مهم، ويعني قد شجعت الأصحاب على الوقوف مع الإمام الحسين. وفي أثناء الطف، غير أنه حافظت يعني في أثناء من الصباح إلى العصر، يعني في قضية الطف كان لها دور مهم في الحفاظ على النساء والأطفال وفي الوقوف مع أخيها حقيقة في هاي المظلومية العظيمة التي حلت في هذه الجبل من الصبر. الإنسان عندما يعني يسمع القضايا، وإحنا نسمع طبعا قليل جدا مما حدث،
اللي وصلنا أشياء بسيطة، لكنه الإنسان إذا فكر يعني يفكر أنه شنو الأجواء اللي كانت هناك، وهذا الصبر العظيم والموقف الكبير ورباطة الجيش، ثم بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه كان لها الدور الأهم بأنه جمعت النساء والأطفال وحافظت عليهم وأعطت الرؤى الحقيقية. أصلا هي كانت كما ذكرت يعني عقائديا وفكريا بيّنت حتى للنساء والأطفال، نعم. كانت توضح هذا المعنى وتبين أنهم هم من هم هؤلاء المغفلون الذين كانوا آنذاك نتيجة الغزو الثقافي. احنا اليوم نسوي الغزو الثقافي، حقيقة كانت الحرب أساسها هي ثقافية، وإلا كيف استطاع عبيد الله بن زياد ويزيد كيف استطاع أن يحول هذا الجمع الكبير من الذين يعتقدون بالنبي وأمير المؤمنين وبالحسين ويعرفون هم الذين دعوا الحسين ويعرفون فضل الحسين، السيدة ما يقول ما نقول بإمامته وعصمته، فعلى الأقل يعرفون بأنه ابن بنت رسول الله وهو أفضلهم، كيف تحولوا إلى هذا وأصبح خارجي هذا الإمام الهمام، نعم. هذا نتيجة الضخ الإعلامي بالإضافة إلى طبعا التهديد والتطميع، لكنه الإعلام كان إلى أثر كبير. فدور زينب سلام الله عليها كان مقابل هذا الضخ الإعلامي، لهذا السبب كان هناك تنوع في أدوارها وحتى خطابها. ففي الكوفة كان يختلف خطابها عما كان في دمشق، لأنه أهل الكوفة يعرفونها ويعرفون أمير المؤمنين وهم الذين دعوا الإمام الحسين إلى المجيء. بالنتيجة زينب ليست غريبة في الكوفة، وأهل الكوفة غدروا تماما، يعني 180 درجة تغيروا، دعوه ونكثوا هذا البيع. أما بالشام فلم يكونوا يعرفون من أصلا، كانوا تدري بأنه كانوا يعتقدون في وقتها بأنه أمير المؤمنين لم يصلي، تعجبوا أنه قتل في المحرق. فأهل الشام كانوا غربة، ما يعرفون شنو القصة يعني، نعم. ولذلك حديث كما أنه الحديث مع يزيد اللي هو الحاكم آنذاك بلا شك مو مثل يتكلم مع والي من الولاة. فهذا الدور الشجاع والجريء اللي غير الموازنة، قلب الطاولة كما يقال اليوم على الأعداء، نعم. وغير كل الموازين، بحيث هذه الأبهة والفخفخة والزهو اللي كان بيزيد انقلب تماما، وكان يريد أن يسرع في إخراجهم من الشام كي لا يسقطوا. وآثارها بدأت تستمر، تدري التوابين، نعم. وغيرها كلها من آثار الثورة الثقافية والنهضة الثقافية والفكرية التي ترأستها زينب سلام الله عليها. أيضا أسألك عن رؤية السيدة زينب لأنصار الحسين، ومن أين لها بهذا الاستبشار؟ فوالله لن تمحو ذكرنا، من أين هذه البشار والأخبار بالمغيبات المستقبلية؟ هل هي من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم من أبيها الإمام علي أم من أمها فاطمة عليها السلام؟ هاي واحدة منهم، أنه إخبار النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة وأمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسين نفسه، وجانب آخر معرفتها بقوانين السماء والقوانين الإلهية. هذه السنن قائمة على هذا الأمر، من أخلص لله، من ضحى في سبيل الله، من كان من يعني الذين يستشهدون بهذا الإخلاص لا شك أنه لها آثار. هذا الذي حدث في عاشوراء كان خلاصة النقاء والطيبة والتوحيد والإخلاص والأخلاق الحسنة، مع خلاصة الظلم والجريمة والدناءة والخسة. فلا شك أنه آثارها ستكون عظيمة، و
الإمام الحسين قدم كل ما لديه لله سبحانه وتعالى فكان ثأر الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمره وهو الذي تولى نصرته ونصرة هدفه. اللي أريد أني أبينه بأنه اليوم يجب أن نقتدي بزينب من هذا الجانب. زينب سلام الله عليها تحدثت في عصرها ومع يزيد عصرها، وتحدثت لإصلاح الأمة. نعم هي توبيخ، نعم هي تهديد، نعم هي كان هناك كلام جارح، ولكن الغرض هو هز الإنسان وهز مشاعره بحيث صنع التوابين. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه شخص أمراض المجتمع وثار من أجلها، وزينب سلام الله عليها قامت بنفس الدور وكملت هذا الدور. الكادر، الإنسان المصلح، الإنسان الذي يعتبر نفسه هو من الخواص، عليه أن ينتبه ويلتفت إلى أمراض المجتمع، مشاكل المجتمع. اليوم الأمة الإسلامية شنو المحتاجة؟ لازم إحنا نتكلم. المجلس الحسيني والمجلس الزينبي لا يكون مجرد أنه نذكر مصيبة الحسين وينتهي، بل يجب أن يكون على نهج الإمام الحسين، يجب أن يعالج الأمراض التي يريد الإمام الحسين سلام الله عليه إصلاحها وزينب سلام الله عليها. أنا أستغرب حقيقة من لذلك حتى رسالة السيدة زينب لم تكن عاطفية وفيها العاطفة، وإنما كانت رسالة عظيمة قدمتها ودرس عظيم قدمته في مجلس. بلي بلي. لا، هي استخدمت بعض الأحيان العاطفة من أجل تهيج مشاعر الناس، هاي الهيجان بالمشاعر. مو إحنا لازم نفهم القضية الحسينية اليوم يعني في أيامنا، لا أنه إحنا فقط نذكر الأمور العقلية والمنطقية وكذا ونخبر بقضية الإمام الحسين ولماذا والأسباب والأهداف وكذا فقط، ولا أنه ننشغل بالنعي والأمور العاطفية والمشاعر والصوت الشجي وأمثال ذلك فقط ومقتل الحسين فقط، وإنما يجب أن نجمع بين الاثنين. يعني كما يقال الإمام الحسين شهيد العبرة والعبرة. قصدي بأنه العبرة شنو؟ العبرة أنه اليوم أنا أريد أعرف شنو تكليفي. المنابر يجب أن تحدد لنا من هو العدو، لا يصير البوصلة تتغير علينا. اليوم شوفوا يحاولون حاولوا أن يجعلوا عدونا مو عدونا الحقيقي، يغيرون العداء، عدو عدونا لو أهل السنة، لو ما أعرف الكراد، لو إيش مدرين إيران، لو يغيرون المفاهيم. هسه صارت جديدة أنه حكومتنا كأنه العدو. مع الأسف بعض المنابر تترك أمريكا وذم أمريكا، وتترك إسرائيل وذم إسرائيل، وتبين فضائعها أمام الناس، تلزم الحكومة وتتكلم على الحكومة وكأنه الحكومة هي العدو صارت، وكأنه هي سبب كل المآسي. هذا حقيقة جهل. هذا يعني أضرار هذا الكلام، هو بالضبط على الكلام على الحكومة، أضرارها عديدة جدا عديدة جدا. يجب أن نلتفت إلى هذه المسألة، شنو تاركين اليوم. وتأثير المنبر وتأثير الخطباء كبير جدا في المجتمع، كبير جدا أصلا. إحنا دورنا الآن كمبلغين، كناس واعين، ككوادر وكخواص، دورنا دور زينب. اليوم ما عدنا إحنا سيف، وأيام داعش الحمد لله كان دور الإمام الحسين سلام الله عليه، وظهر الحشد الشعبي وقاموا بتكليفهم والحمد لله. اليوم دورنا دور إعلامي، اليوم دورنا دور زينبي، دور الصوت والتبليغ وجهاد التبيين. جهاد التبيين، الناس تريد تعرف أنه منو حسين عصرها ومنو يزيد عصرها، تريد تعرف شنو تكليفه اليوم، تريد تعرف هل فعلا مثل ما يقولون بأنه يابا الفلسطينيين نواصب وكذا، وإحنا شنو نداعي بهم ونداعي بحقهم وكذا. لو لا، يجب أن
كل مراجعنا اليوم تدعو إلى نصرة غزة ونصرة الفلسطينيين، وإذا إحنا تاركين هالموضوع ومهتمين بس بقضية الإمام الحسين بذلك التأريخ، هذا الإمام الحسين ما يريد هذا المعنى. أحسنتم. زينب سلام الله عليه طلعت من هذا الإطار وإن دعت الناس إلى أنه بني أمية منه، إلى أنه الإسلام شو يريد، إلى أنه اليوم شنو تكليفنا. أحسنتم. رئيس مجموعة التكامل التعليمية الدكتور السيد ليث الحيدري يشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك. حياكم الله، أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، حتى الملتقى، إلى اللقاء.